آيات نزلت في حق المحامين الشيخ القطب الغوث الصوفي رمضان الحجازي الدسوقي يقولها لكم. تفضل مولانا. بيقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه الآيات وهذه الآيات في أهل الكتاب وفي المحامين. والآية الثالثة اللي فيها برضو: وأنتم تعلمون أيها اللي قال فيها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بيقول: ولولا سمعتم وصلنا لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا الحلقة. هذا بوتان عظيم. هذه هي لا من الذين يعرف حتى الذين من دون عظيم لا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه هي لأن الحكم بالقانون والأعراض عن كتاب الله. يا رب أنت سامحهم مولانا.